السؤال اللي مثل هذا النوع: اذكر الكميات الفيزيائية التي تقاس بها كولومبات. الكولوم طبعا دي حاجة بسيطة، كولوم كمية الكهربية، يعني ممكن تتذكر كده كمية كهربية كولوم، فرق الجهد فولت، فرق الجهد فولت، يبقى هنا وحدة قياس الفولت فرق ايه؟ فرق الجهد. ونطلع برضو الجهاز فولت متر، يبقى جهاز قياس فرق الجهد فولت متر، الواحد اسمها فولت. دي كمية الكهربية، كمية الكهربية كولوم، يبقى وحدة قياس دي كمية الشحنة الكهربية أو كمية الكهربية ده بكيو. طيب تعال نشوف اللي جاي، دي قسمة أنا على، ممكن نحولها لقانون. الكولوم احنا قلنا عليه ايه؟ كمية الكهربية كيو، والثانية زي ما انتي يبقى ديت شدة تراعته، لأن من تعريف شدة التيار هي كمية الكهربية، يبقى دي وحدة قياس شدة التيار الكهربي أو الأمبير، نسبة العالم أمبير، يبقى ممكن نقول وحدة قياس شدة التيار أما أمبير، أو نقول كولوم على الثانية نسبة للقانون أمبير ثانية. تعال نذكر القانون اللي فيه أمبير وفيه ثانية. تعرف شدة التيار إيه؟ شدة التيار هي إيه؟ هي كمية الكهربية التي تمر في الثانية، يبقى العلاقة بين التيار والأمبير. لو ضربنا الطرفين في الوسطين إذن الكيو بتساوي أمبير في ثانية، يبقى دي كمية الكهربية. الكيو بقى بتساوي، الكيو بتساوي اي في تي اللي هي امبير في ثانية. اذا ده هي وحدة قياس مين؟ شدة قصدي كمية الكهربية، كمية الكهربية. ممكن يقولك تكافئ ايه؟ تكافئ كله. تعال نشوف اللي جاي، كلمة جول على الكولوم دي معناها جول على الكولوم، جول ما هو سالب معناها على الكولوم. طب ما هو الجول شغل، بتقعد قياس الشغل، والكولوم كمية الكهربية، دي تفكرنا بمين؟ بفرق الجهد، لأن تعريف فرق الجهد هو الشغل المبذول. السؤال اللي بعده: فولت في كولوم، احنا عارفين فرق الجهد هو الشغل المبذول لنقل كمية الكهربية، طب ما هو لما نيجي نشوف فولت في امبير ثانية دي معناها فولت على امبير، فولت على، احنا عارفين المقاومة بتساوي في على اي، يعني فولت على امبير طلع فوق، يبقى دي وحدة قياس المقاومة، دي وحدة قياس المقاومة الكهربية، المقاومة الكهربية. لما نيجي نقول اوم في متر، معروف طبعا المقاومة النوعية من القانون عارفينه، ار بتساوي رو اي ايه على رو اي ال على ايه. طبعا بنشيل لو جبنا الار في طرف، الرو اي في طرف، اذا الرو اي، اذا الرو اي هتساوي ار اي على ال، ده بالمتر ودي متر تربيع ودي او، المتر راح مع مين؟ مع التربيع، ام في متر، يبقى دي مقاومة ايه؟ نوعية، يبقى دي وحدة قياس المقاومة النوعية، وحدة قياس المقاومة النوعية. احنا عارفين المقاومة النوعية مقلوب التوصيلية، او التوصيلية مقلوب المقاومة النوعية، اذا دي وحدة قياس التوصيلية، يبقى التوصيلية زي المقاومة النوعية بس المقلوب ده. لما اجي اقول جول على اوم في كولوم، طيب كلمة جول تعال نحطها بشكل قانون، جول وتحت اوم وهنا كولوم، احنا كنا عارفين ان فرق الجهد، لما نيجي نجيب فرق الجهد يبقى فرق الجهد هنقول هو الشغل المبذول لنقل كمية الكهربية، تمام. طيب لو احنا جينا نقول بقى هنا الجول موجودة هنا، كمية الكهربية كولوم، يبقى نقسم دهيت على ايه؟ عشان اوم على المقاومة ار، يبقى دي شدة التيار، يبقى دي وحدة قياس شدة التيار، شدة التيار. نعيدها تاني، دي نحولها لقانون، جول على اوم متر، الجول شغل والاوم والكولوم كمية كهربية كيو، تمام. طيب يبقى القيمة ده هي شغل،
دي بتساوي فرق جهد، وده هي فرق جهد، فرق جهد دي كلها فرق جهد على قوم يعني المقاومة. طب ما دي يبقى هي شدة التيار. تعال نشوف المطلوب بعدينها. فولت في ثانية على، طبعا فولت في ثانية على ثانية دي معناها برضه نفس الطريقة، نقول فولت في ثانية على اوم. طيب طب ما دي هي فولت على اوم يعني شدة التيار من قانون اوم، شدة التيار في الثانية يعني كمية الكهرباء، يبقى دي معناها يبقى دي اسمها وهذا قياس كمية الكهرباء. تعال نشوف بقى متى فرق الجهد يساوي شدة التيار. نكتب العلاقة ال V بتساوي I في R، نكتب القانون اللي هيبقى فيه فرق الجهد وشدة التيار، هو ده القانون ده. متى شدة التيار تساوي فرق الجهد؟ لما يكون مقاومة واحد ايه اوم، لما يكون R تساوي واحد اوم. في النزين ليه اخترنا القانون ده؟ يبقى نختار القانون اللي خدناه اللي فيه فرق الجهد شدة التيار هو قانون اوم. يبقى متى شدة التيار تساوي فرق الجهد؟ لما يكون مقاومة واحد اوم. الهدف من السؤال ان احنا نقيس عليهم اسئلة تانية، متى المقاومة النهائية، وبالمثل برضو مثال تاني عشان ازاي نقدر نتصرف في موقف زي كده، متى المقاومة تساوي المقاومة النوعية؟ نكتب القانون اللي فيه المقاومة بتساوي المقاومة النوعية تتناسب الطرد مع الطول عكس مع المساحة. متى المقاومة النوعية تساوي المقاومة؟ طبعا عندما يكون الطول واحد متر والمساحة واحد متر مربع. تاني الإجابة ازاي نحل سؤال زي كده، نكتب العلاقة الرياضية اللي بتربط الاتنين مع بعض ونقول متى المقاومة النوعية تساوي المقاومة ان يكون ده واحد وده واحد، يعني الطول واحد متر والمساحة واحد متر مربع. تسمح بعض المواد بالتوصيل ولا تسمح المواد، صيغة تانية تسمح المعادن بالتوصيل الكهربي ولا تسمح المواد العازلة. الإجابة التيار عبارة عن فيض من الشحنات، فالمواد الموصلة تتميز بوفرة عدد الإلكترونات الحر، وفرة عدد الإلكترونات الحر. طيب هتقولي طب ما المواد العازلة ما فيهاش إلكترونات، أي مادة أي ذرة فيها إلكترونات بس بتتميز بأن إلكتروناتها مقيدة، يبقى المادة العازلة توصل ليه؟ لأن إلكتروناتها مقيدة، يعني قوة ارتباطها بالنواة تكون أكبر. السؤال اللي بعد كده، لابد من وجود فرق جهد. طبعا احنا عارفين ان الموصل عبارة عن ذرات، بين الذرات طبعا دي ذرات اهيت، بين الذرات مسافات بينية، والتيار عبارة عن ايه؟ فيض من الالكترونات، فيض من الشحنات. فعشان تقدر تستطيع تعبر بين المسافات البينية فدي اسمها مقاومة او منع، فلازم يبقى في هنا جهد اعلى وهنا جهد اقل عشان يبقى في فرق الجهد، لان احنا عارفين فرق الجهد هو الشغل المبذول، هو الشغل المبذول عشان يتغلب على المقاومه. يبقى الاجابه يبقى لابد من وجود فرق جهد بين طرفي لنقل الشحنه، الاجابه للتغلب على المقاومه، على المقاومه. يعني ايه معنى العباره ديت؟ لان التيار المقاومه الكهربيه. ليه بقى؟ لان احنا عارفين الالكترونات عشان تمر بتمشي ما بين المسافات البينيه هنا، تلاقيها مقاومه ممنعه، فنقول عليها الممنعه التي يلاقيها التيار. يبقى الاجابه للتغلب على المقاومه الكهربيه، الممنعه التي يلاقيها التيار. تعال نشوف السؤال اللي بعده، تستخدم الريوستات في التحكم في التيار. طبعا المقاومه من اسمها الريوستات يعني مقاومه متغيره، احنا عارفين المقاومه هي الممنعه، يبقى العلاقة بين المقاومة والتيار علاقة عكسية. يبقى الإجابة لأن شدة التيار لأن شدة التيار تعتمد على المقاومة، فكلما زادت المقاومة قلت شدة التيار. إذن العلاقة بين المقاومة والتيار، فمثلا كمثال بسيط على هذا الكلام، عايزين نزود سرعة المروحة، نحرك المفتاح بتاع السرعات، معنى نزود السرعة معناها احنا بنقلل المقاومة، يوم التيار يزيد فسرعة المروحة تزيد. صوت الراديو، صوت التلفزيون، كل الحاجات دي كلها فكرات تبنى على المقاومة المتغيرة اللي هي التحكم في شدة التيار.
السبب؟ لأنه كلما زادت المقاومة قابلت شيل الطيارة. مضاعفة نصف القطر يقلل المقاومة للربع. بما أن الآر اللي هي المقاومة تتناسب طردي مع الطول وعكسي مع مساحة مقطع، يعني مربع نصف القطر. تخيل نصف القطر ده هوت، ايه اللي حصل له؟ تضاعف، بقى الضعف، بس هنا نصف القطر تربيع. اذا معنى ذلك فان القيمة تقل لايه؟ للربع. قيمة المقاومة تقل. علل، تزداد المقاومة بزيادة الحرارة، لان احنا اتفقنا ان التيار الكهربي عبارة عن فيض او سيل من الشحنات، ولو قلنا ده موصل كده، ده موصل، والشحنات تتحرك بين المسافات البينية، فعند التسخين ايه اللي يحصل؟ فان تزداد سعة الاهتزازة، احنا عارفين بالحرارة تزداد حركة الجزيئات، تزداد سعة الاهتزازة فتعيق من حرك الالكترون. يبقى الاجابة المختصرة لان الحرارة تزيد من سعة الاهتزازة. طيب المقاومة النوعية خاصية مميزة، طبعا كل مادة لها مقاومة نوعية، لكل مادة لها مقاومة نوعية تختلف عن الأخرى، ولذلك قلنا إن المقاومة النوعية تتوقف على نوع المادة ودرجة الحرارة. يفضل النحاس في التوصيلات الكهربية، طبعا اتفقنا، لأن أصغر مقاومة نوعية إذن يكون أكثر توصيلية، يكون أكثر معامل توصيلية. إيه السبب؟ لأن اتفقنا إن التوصيلية مقلوب المقاومة إيه؟ النوعية. للسؤال، ما العوامل التي يتوقف عليها المقاومة النوعية؟ إحنا قلنا عاملين نوع المادة ودرجة الحرارة. أيضا التوصيلية نفس الحكاية. أما المقاومة لازم نكتب القانون إن الآر بتساوي رو اي ال على ايه. اذا تتوقف من القانون، نحاول نطلع العوامل. تتوقف على نوع المادة طردي، تتوقف على الطول طردي، وعلى المساحة ايه؟ عكسي. شدة التيار، تعال نشوف شدة التيار، نكتب القانون. احنا عارفين شدة التيار هو كمية الكهربية اللي تسير في المواصل خلال ثانية. من قانون اوم ان شدة التيار بيساوي فرق الجهد على المقاومة. طب ما هي العوامل؟ فرق الجهد، فكلما زاد فرق الجهد زادت شدة التيار، ده كان ده عند ثبوت المقاومة نسميه قانون اوم، او نقلل من المقاومة لان المقاومة تقل شدة التيار تزيد، لان العلاقة بينهم علاقة ايه؟ عكسية. اذا العوامل دايما نحاول نكتب القانون ونستخرج منه العوامل بهذا الشكل، ونستخرج الطردي والعكسي. قارن بين الأميتر والفولتميتر. الأميتر ممكن بنرمز له بدايرة كده وفي حرف الاي، طبعا بيستخدم في قياس ايه؟ أميتر، في قياس شدة التيار، ولذلك وحدة قياس التيار أمبير، والجهاز نسميه أمبيروميتر أو أميتر. فولتميتر منها الفولت، الوحدة الفولت، يبقى الجهاز اسمه ايه؟ الوحدة يقيس فرق الجهد بين نقطتين. طيب لما نيجي بعد كده على التوصيل، الاميتر دايما بيوصل في الدايره على التوالي، بينما الفولتميتر بيوصل في الدايره على التوازي. طيب السؤال اللي بعده، قارن بين المقاومه والمقاومه النوعيه من حيث وحده القياس. ده معروف، دي اوم ودي اوم متر. قارن بين المقاومة النوعية والتوصيلية من حيث القانون. احنا عارفين المقاومة النوعية بتساوي R في A على L. التوصيلية هي مقلوب المقاومة النوعية، مقلوب المقاومة النوعية. التعريف، ممكن نقول المقاومة النوعية هي مقاومة موصل بس طوله 1 متر ومساحته 1 متر مربع. السؤال يقول متى المقاومة النوعية تساوي المقاومة؟ إذا كانت طول متر والمساحة متر مربع. إذا التعريف هنقول هي مقاومة موصل،
المقاومة النوعية هي مقاومة مواصل، مقاومة مواصل. ونكمل، طوله ايه؟ طوله 1 متر، ومساحة مقطعه، ومساحة مقطعه 1 متر مربع. طب تعرف ديت ايه؟ ممكن تقول هو مقلوب المقاومة النوعية، مقلوب المقاومة النوعية، او ممكن نقول هو مقلوب مقاومة مواصل، نفس التعريف دوت ونزود بس كلمة مقلوب. ممكن تقول مقلوب مقاومة مواصل، طوله متر، مساحة مقطعه 1 متر مربع. أثر الحرارة طبعا تتأثر بالحرارة، تتأثر بالحرارة. ليه؟ لأن احنا قلنا ما العوامل اللي تقف عليها المقاومة النوعية والتوصيلية زي بعض، نوع المادة ودرجة الحرارة. تعال نشوف سؤال، ما معنى قولنا؟ ما معنى قولنا إن شدة التيار، نكتب القانون، القانون عبارة عن شدة التيار، شدة التيار بتساوي كيو على تي. متى شدة التيار 2/10 أمبير؟ إذا كانت كمية الكهربية 2/10 كولوم، فنقدر نقول بس الزمن واحد ايه؟ ثانية. إذا نقدر هو كم، أي أن كمية الكهربية اللي بتمر في الثانية 2/10 كولوم، أي أن كمية الكهربية، أي أن، أو ممكن نعرف التعريف شدة التيار، أي أن كمية الكهربية، أي أن كمية الكهربية التي تمر خلال 1 ثانية تساوي كام؟ تساوي 2. السؤال اللي بعده، فرق الجهد بين طرفي المواصل. ممكن نقول ليه تعريفين، ممكن من تعريف فرق الجهد، فرق الجهد هو الشغل المبذول لنقل كمية الكهربية، يبقى لازم البسط يبقى 5 جول والمقام 1، أي أن الشغل المبذول، أي أن الشغل المبذول لنقل كمية الكهربية كولوم، أي أن الشغل المبذول، أي أن الشغل المبذول لنقل كمية كهربية، لنقل كمية كهربية مقدارها 1 كولوم تساوي 5 جول. المقاومة الكهربية لازم نجيبها من قانون أوم في الحالة دي. احنا عارفين قانون أوم، الآر بتساوي الفي على الآي، يعني كده أي أن النسبة بين فرق الجهد إلى شدة التيار يساوي 100، أي أن النسبة بين فرق الجهد المار إلى شدة التيار بيساوي 100 فولت لكل أمبير. السؤال اللي بعده، ما معنى قانون القمة النوعية؟ نفس الحكاية، نقول الآر بتساوي رو اي ال على اي. يبقى المقاومة النوعية، متى المقاومة النوعية تساوي 1.8 × 10^8، لازم تكون ديت برضو المقاومة 1.8 × 10^8. بس لما يكون ده 1 متر والمساحة 1 متر ايه؟ مربع. اذا طريقة التعريف، نعرف المقاومة النوعية، اي ان المقاومة موصل عندما يكون طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع، هي مقاومة موصل، مقاومة موصل طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع تساوي القيمة ده هي بالأو، هي 1.8 × 10^8. ما معنى قولنا إن التوصيلية لمادة هذا الرقم، أي أن، ممكن تقول لها تعريفين، أي أن مقلوب المقاومة النوعية، مقلوب المقاومة النوعية تساوي 10^5 أم متر، أو تقدر تقول أي أن مقلوب مقاومة موصل طوله، مقاومة موصل طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع بيساوي هذا الرقم. ما معنى قولنا إن مقلوب المقاومة النوعية؟ ممكن تقول أي أن التوصيلية، ممكن تقول أي أن توصيليته أو معامل توصيليته 10^5، أو تقول بهذا الشكل. لما نيجي نقول ما معنى قولنا أن الشغل المبذول 100 جول، يعني ده دبليو، لنقل كمية كهربية ده كيو، إذا أنا هقدر أجيب الفي بتساوي دبليو على الكيو،
يعني 100 جول على 20 كولوم، أي أن فرق الجهد 0 مع 0، أي أن فرق الجهد بين النقطتين 5 فولت. يبقى الإجابة أي أن فرق الجهد 5 فولت. لو جينا السؤال اللي بعده، ما معنى قولنا أن مقاومة مصر طوله متر ومساحة مقطعه؟ دعنا ذلك أن المقاومة النوعية لهذه المادة بتساوي 1.6 × 10 × 10 أس سالب 6 أوم متر.